إن لنا يوم القيامة عزا وجاها ببركته صلى الله عليه وسلم، يوم ينادي في المحشر أنا لها، يقولون طاع لا يجيب وينفع، من بالقيامة يا لبيب يشفع، من يأتي يخترق الصفوف بعزة اللواء المحامد بالقيامة يرفع، مغيسي وغياسي ولا غيس غيره ولا غوس غيره، إذا الله أولاه الشفاعة يشفع. من الرحمة المهداة للخلق يا فتى، من يدفع الهلك وينفع الهلك وعنا يدافع. إذا خف ميزان المحبين يا فتى، تلقاه غياسا يجير وينفع عروس القيامة، والوسيلة داره وليس لمحمود المقام منازع. سيدنا النبي أنا لها وأسجد تحت العرش، ويفتح الله علي بمحامد يلهمنيها لم أكن أعرفها من قبل. مدخرات النبي عظائم بركة تورم الأقدام حتى ينفعك. فقال له الحق سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى، وهذه في حق الله وجوبية، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان تفسير المقام المحمود إيه يا أولاد؟ الشفاعة. يقول لك هذه تورمات الأقدام تدخر له منازل محامد يوم القيامة، حتى إذا انبسط ساجدا تحت العرش أحاطه الحق بأنوار خاصة. وكان العرش بالنسبة لنبيه صلى الله عليه وسلم نبراس غرفة مغلقة، يسجد فيحمد ويناديه الحق سبحانه وتعالى: سل تعطى، ارفع رأسك واشفع تشفع.